لا وصف فراغات، يعني كيف ترى يعني هذا التصريح؟ وهل بالفعل الولايات المتحدة الآن أو الإدارة الديمقراطية التي تسير الأعمال حتى يناير المقبل، هل ترى بأنها قد تكون قادرة على فرض رؤية أو طرح ما هو جديد فيما يتعلق بالتسوية في الأزمة الفلسطينية حتى على الأقل؟ تحية لك وللمشاهدين كافة وللضيوف الأعزاء. يعني أعتقد يعني حينما نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية نعود بالذاكرة لليوم الأول حينما جاء الرئيس بايدن وقال لو لم تكن إسرائيل موجودة لا أوجدتها، ووزير الخارجية بلينكين قال أنا جئتكم كصهيوني، ووزير الحرب جاء ويعني جاء محملا بأكثر من 300 طائرة من القذائف وكل متطلبات الأدوات القتالية للجيش الإسرائيلي، ودعموهم بالأموال ودعموهم بالمحافل الدولية. فبالتالي هزيمة الكيان الصهيوني اعتبرت هزيمة للرئيس بايدن تحديدا وللأمريكي بشكل عام، وليس فقط للحزب الديمقراطي، لأنه هذا الكيان الصهيوني هو صنيعة الغرب وصنيعة الولايات المتحدة الأمريكية، وهو القائد المتقدم لهم وهو الذي يؤدي خدمات لهم. فبالتالي هم أرادوا أن ينقذوا هذا الكيان الصهيوني، ولكن تبين لهم أنه كل هذا الدعم وكل هذه الإسناد وعلى مدار 404 أيام حتى اليوم الجيش الإسرائيلي لم يستعيد قوة ردعه. فالخلاف بينهم ليس على يعني ليس إنسانية على الفلسطينيين، وإنما هم خوفا على الكيان الصهيوني وعلى الجيش الإسرائيلي، على الجيش الإسرائيلي، لأنهم يشعرون أن الجيش الإسرائيلي الذي هزم في 17 بعد عملية طوفان الأقصى وما زال حتى الآن بعد أن انطلق بعشر فرق عسكرية تناوبت على قطاع غزة كلها شاركت في القتل، ويعني هناك 150 ألف شهيد وجريح، تدمير 80% من البنية التحتية، 2 مليون فلسطيني الآن يعيشون بالشوارع، هناك عذاب للشعب الفلسطيني، وكلها تحت عنوان محاولة يعني تصحيح كما قال نتنياهو، تصحيح ما أخطأ به أسلافه يعني بنغوريون ومنذ بنغوريون حتى الآن، بمعنى أنهم لم يقتلوا الشعب الفلسطيني ولم يهجروا كل الشعب الفلسطيني للخارج، أراد تهجير الشعب الفلسطيني، وحينما يعني صمد الشعب الفلسطيني ولم تنكسر إرادته ولم يرضخ لهذه الرغبة لنتنياهو بأن يهاجر، وكان دفع باتجاه يعني كان دفع جدي من قبل نتنياهو حينما قال للجيش الإسرائيلي اذهبوا وقاتلوا واقتلوا العمليق، ورئيس الكيان الصهيوني إسحاق هرسوغ قال نقتل الفلسطينيين لأنهم فلسطينيين. فبالتالي الإسرائيلي مجمع على قتل الفلسطيني أو تهجيره خارج قطاع غزة أو حتى الضفة الغربية، والولايات المتحدة الأمريكية وعلى رأسها بايدن يريد لهذا الجيش ويريد لهذا الكيان الصهيوني أن يحقق أهدافه، ولكن صمود الشعب الفلسطيني والخسائر التي مني بها ويمنى بها يوميا الجيش الإسرائيلي حيث أنه استعصى عليه تحقيق أهدافه، يعني سواء كانت الأهداف المعلنة أو الأهداف الغير